شرف عبد الله. رايك شو؟ والله هي خطوة جميلة بصراحة، حفاظا على البيئة وحفاظا على بيئة البلد يعني، ونسوق راحتنا ونعرف الوطنية. الله يحييك. السلام عليكم. من البلدية ان يتولى الشنط او الاكياس لم المخلفات، يعني ناس عادة ما بيجوا هنا على البندر مثلا بيشرب شاي بياكل حاجة بيرميها ما بيرميهاش بتاعت الجاربيج، بيرميها على الارض او على الشط بره بين الصخور، بتشرب فيه صراصير على البيئة طبعا. فبيكون من الافضل ان انت في اكياس تحطها فيها كل حاجتك، قعدت مش شرط ان كل شوية تروح للفريش بان ترميها وترجع، لا تاخدها مرة واحدة وترميها لما تخلص القعدة بتاعتك وخلاص. وبالفعل المكان زي ما احنا شايفين بقى نظيف، والشباب اللي في الشارع بيبقوا مرتاحين، يعني مش شرط الناس تيجي تنفذ الحرب في الشمس تلم سوري الزبالة ورا، ما ينفعش كده. هذه حملات ساعدني لا ترميها، هي واحدة من سلسلة حملات تقوم بها إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. الهدف من هذه الحملة أننا نصل إلى شريحة واسعة من الشباب من الجمهور الذين يستخدمون سواء أمام محلات الشاي أمام المطاعم، الذين يستخدمون عدد من المخلفات من النفايات ويقومون بإلقائها مباشرة من نافذة السيارة. الهدف أننا نوزع هذا الكيس وهو مصمم بطريقة جميلة جدا توضع في السيارة لكي يتم جمع هذه المخلفات داخل السيارة والتخلص منها فيما بعد بطريقة آمنة. وبالتالي فإننا من خلال هذا التعاون مع عمال مشروع النظافة العامة الذين يقومون بإيصال هذه الأكياس إلى المواطنين والمقيمين، ولسان حالهم يقول ساعدنا، ضع نفاياتك ضع مخلفاتك في هذا الكيس وتخلص منها فيما بعد في سلة المهملات الموجودة في كل الأماكن. طبعا وزارة البلدية والتخطيط العمراني وضعت في الأماكن التي يرتادها الشباب مثل هذا المكان الذي نتواجد فيه، هناك أماكن لوضع هذه المخلفات. الهدف من هذه الحملة هو توعية الناس بضرورة هذا التخلص الآمن من النفايات للحفاظ على قطر نظيفة وجميلة وفي مظهر حضاري يليق بسمعتها وبمكانتها. بلديات قطر، طبعا وزارة البلدية تغطي مجموع المناطق في قطر. الآن بدأنا أمس بمنطقة المرخية بمحطة البترول والمطاعم الموجودة هناك، اليوم نتواجد بكورنيش الدوحة، لدينا برنامج سيستمر لمدة شهر سنغطي في أغلب المناطق. كما قلت الهدف هو التوعية، وإلا فإننا نعول على كل مواطن وكل مقيم أن يقوم بجهد مماثل. لا يمكن أن نصل إلى كل أفراد المجتمع واحدا، لكن الهدف هو التوعية وأن تصل الفكرة. الفكرة أن نساهم جميعا، هذه مسؤوليتنا جميعا، أن نساهم فيها كل بقدره كل بجهده لكي نحافظ كما قلت على قطر نظيفة.